بي لكم و... وهذا هذا سميتو هذا الحي اللي تزاديت فيه سميتو سبع سبع عقادي مجموعكش عارفو سبع عقد عقدات كنا كاين كي باللغة الانجليزية سبع عقدات نسمع كاين اوكي الدار اللي كبرت فيها الزنقة قسمتي الزنقة على 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 رقم الدار رقم الدار عالزنقة تتعطيك سبعة مثلا فهمتي <hesitation> اسمه هذا بزاف د الحوايج فهمتي عدد الاخوة ديالي يعني حنا سبعة باقي حيين كلهم حيين سبعة انا هو الصغير لاصبور انا هو <hesitation> تيقولو معاد قالو بأن الوالدة مكانتش بغا تولدني تاخد الفانيل منع الحمل كانش بغا تولدني الوالد كانو ديك الساعة الصراعات يلا بداو في الصراعات منين مات الغوتي بدا الصراع، صراع كان قبل، كي كان بحال كان الغوتي جدي، جدي غوتي انا و الحياة السابقة، اوكي؟ <hesitation> آه منين مات جدي غوتي بدا الصراع الوالد والوالدة الوالدة، فهمتيني؟ انا تزاديت عام تقريبا عام معرفش بالضبط هو اش من عام مات، سبعين، تسعود ستين، إلا كان تسعود و ستين كون أواخر تسعود ولا كان في السبعين يكون في أوائل السبعين كنا أنا تزاديت في تسع مئة وسبعين كي العبد العبد التفسير والتفسير ديال العبادة راه طرقت ليه واحد الفيديو غنعاود يعني نديرو في السبورة يعني أنا ما عرفتش ما عرفتش شنو مذوق انا ما فهمتش ما تنتبهوش هذاك الشيء ساهل نحط لكم ساهل ساهل العبد العبد هو البرودكت بالنسبه اللغة ديال هيبي وانا راه كنمشي ديك 33 في الميلي قلت لكم هي اللي كنهضر عليها دابا لغه القران اوكي كنمشي ناخذ فهمت عيا مثلا كلمه القران كتقدر طريقه باش تشوف الان ماشي مشكل ما تنقولش انا اللو. لا على حسب وعيدي الانسان تجربته الروح ديالو فهمتي كنقول روح معلومات متي. يعني يعني ما تهينوش بهذا مصطلح المعلومات، كنقول معلومات راه شي حاجه ماشي هي اللي عندكم بالدماغ اوكي okay. لغه من انا تزاديت بلا الصراع فهمتي okay. اوكي والوالدة ديالي الوالدة ديالي راه هي الوالدة تاعي أنا مغارية هي جدة جدة غوتي حياة سابقة متباه ما عندي 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 معلومات كيفاش نفسر الانسان يعرف هو حياته السابقه عنده هذا الشيء شويه صعيب ما شي واحد في الانترنت شفتو ولا في الكتب تي بالطريقه اللي تنفسرها انا يعني. بكل الحال البيهافير السلوك ديالك راه معلومات ديال الحياه السابقه ما تنقول لكم راه كاينه غير الاولى والاخيره القران تيذكر الاولى والاخيره راه الاولى هي الحياه السابقه والاخيره الاولى هي الحياه السابقه الاخرى اوكي okay. والاخيره هي اللي جايه راه كنقول لهم راه حنا عايشين الحياه السابقه باش نجيو للحياه اللي... وهذه الحياه اللي, اللي غتجي من بعد الاخيره النكست نكس سويفونت اوكي ملي نموت انا نعاود رجعت تسمى هي الحياه الاخيره ديال ب... ب... دابا الا كنت انا دابا تنتكلم عليها نقول الاخيره هي اللي كيقول القران هنا الدور ديالي ديالي انا ولا ديالكم تنتوما على حسب كل واحد كيفاش خايف من المساله تقمص اوكي شنو هو الدور ديالك انت دابا اللي كتكون دابا حاضر كيفاش باش تلصق المعلومات كتقاد المعلومات وكنت واحد شتو ما باغي يقاد المعلومات كلشي باغي يطرف المعلومات اللي عنده بحياته السابقه بقى مكمش فيها هو بطبيعه الحال لا واعي داكشي ما تيقدرش يفهم هو فهمتي الا ما قاديتياش ملي كتعاود ترجع كترجع ملخبط ثانيا بحال خصك تلصق معلومات هذا هو الدور ديالك اوكي هادي نقدر نسميها انا جنة جنة هي تكاد المعلومات الصحة نولوجي از ذا باور فهمتي انا ملي على الناس المعرفة انا متنهضرش المعرفة اللي تيتكلمو عليها الناس في الفيديوات انا كنتكلم على شي حوايج عندكم نتوما ولا داخل ديالكم دا حتى حد متيعرف شنو الداخل ديالك الا انت وعلاش ونيجات جات غادا العقل اللاواعي مسمى وسخو تفسير ديال يعني وسخو فهمتي دي. العقل اللاواعي راه هو اللي فيه المع... فيه المعلومات ديال الحياه السابقه ديالك وتينبهك على الحياه اللي جايه العقل الواعي راه مكتسب من التربيه عائلتك رب كيفاش رباوك المجتمع المدرسه اي هو هو ضروري تستعملو فهمتي هذاك هذاك عقل واعي هذاك ما يخدمش مساره الروح راه ما غادي فهمتي اش كيوقع هذا العقل الواعي اللي عندك دابا اللي كتخدم به في الاخره الحياه اللي جايه غادي يولي عقل لا واعي غادي في العقل اللاواعي واعي نود لي لي بسيكولوج راه ما تيعرفوا والو انا قليل و تيقولوا لهم انا قريت داك الكتاب راه شي شويه ما, ما عجبنيش ولكن ماشي مهم مزيان تعرف يعطوك شي حاجه ماشي فهمتي بحال لي نارسيس لي نارسيسيس تاع لي بسيكوبات هذيك راه معلومات يتخلق بها بسيكوبات مخلوق هكاك بسيكوبات هي الكارما الرئيسيه الهجوميه كاين الكارما الرئيسيه الدفاعيه دابا ان بسيكوبات بحال السمسار ان بسيكوبات هاجم على هذيك حيت عندها عقرب عندها كارما رئيسية دفاعية سيجي ياكل ياكل معلومات الروح الروح تقول معلومات وشي معلومات لاش لاشتي وقعلك كتعاود تعاود تجيب ملي كتموت تعاود ترجع كترجع عاوتاني يعني ب هذا تسمى تراما 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 هي كارما الرئيسيه كارم القاما هذيك كتقدر تكون حوايج زوينين اتونسيون راه التفسير ديال هادشي راه معندوش شرب خير نو نو تقدر الكارما الرئيسية تجي عندك حاجة زوينة تكون طيب مثلا كتساعد الناس تقدر هادي تكون خايبة لك في الحياة اللي يعني في يعني كاين قانون كل حاجة خاصها تكون بحدود طولت تدبيلي كنت واحد المره درت واحد الفيديو ودرت واحد الاغنيه ديال توت خانون زوينه وكنت درت هاد هاد الصوره هادي ويطلع واحد تركي حيت انا تنصيد انا صياد فيش ما انا فيشرمان ما مكينش انا نصيد اي حاجه نصيد انا عرفت واش يطلع حسيت ملي درت هاد الصوره نفس هاد الصوره وده هو على قليل إرهاب فهمتي بدات تيدخل في شي راه درت سينفين فين كتبت شين فين فين ديك منظمة ديال ايرلندا الجنوبية هذه آه هادي ديال كانت كتضارب مع بريطانيا بس وقت الاستقلال وكان كيديرو بعض الحركات ارهابية فهمتي و سين فين بالسيلتيك نو مام بالفرنسي نقولو نو اوكي بالكيلتيك اوكي و وانا كتبت هادي وانا تنضرب على حوايج اخرى انا راه كان راه كان كنلوح لحتى لحت العنوان واعر فهمتي وعلاش ايرلندا وعلى فهمتي هو مشى و... هو فهمتي هو ايكم داك اللي اللي قلت لهم ولدته ام تيزو تيزا <applause> انا بصح تركي اوكي انت آه. تركي من تركيا هو مغربي ولكن تركيا انا عندي عقد زياد ديال كاع دي المغاربه

يا قال لي هيكون مهم احتمال يكون تدخان وعيسى المهم انا غادي ندخل غادي ندير من بعد ندير فيديو على عيسى في القران عيسى في القران ما نخرجش انت نخرجش من القران عيسى في القران وشويه و... داك الشيء غير مجهد. مجهد صعيب صعيب تقبلو غتعرفوا حقيقه ولكن ما غادي تعرفوا ماشي مشكل عيسى في القران واش هو داك عيسى بالقرآن في القران هو عيسى اللي يهضروا عليه المسيحيين هو عيسى اللي يهضروا عليه مثلا هذا آه اليهود هو تيقولوا ميشيخ ميشيخ اله ميشيخ فهمتي ميشيخ هو مسيح مسايا مسيح اوكي آه ميشيخ شي ميشيخ من جات الشيخ. الشيخ 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 مثلا او الشيك 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 ديال الفلوس البنكه راه منو راه من الشيخ فهمتي الشيك الشيك ديال الشيك دي تشيك فهمتي وهذا هذا المهم غنعطيك واحد النبذه على على الروح بالصلاح يعني نفس الروح شتي يعني النفس نفس الروح النفس يعني كنقولوا حنا النفس اوكي okay? و و ميم طون غادي ندير هذا ناخذ لي باغول هادو الكلمات ديال بوب ديلان ديال بلاك دايموند باي اه ندير على بلاك تام من بنأخذ ناخذ ناخذ بعض بعض الكلمات ونشرحها لكم القران اش كتعني كاينه القران نطبوهم ودينا مش عارف ان راه هادشي كاين فهمتي دابا هو حاجة واحد الحاجه تيجي واحد اخر يقول لك انا تعاود يزيد عليها فهمتي فهمتي مزيان سكوت على باش شي حد ياخذ فيديوهات ديالي ما يدي فيهمش يغلطهم مثلا يأخد ويزيد ياخذ معلومات تاعي ماشي مشكل ديال الا كان يزيد هو بانت لي حاجه اخرى يزيد مزيان انا نستافد منه اوكي كي يأخذ ياخذها ويدي فيها المعنى غلط لا يدير الراس وما ياخذش معلومات ديالي انا ويغلطها يلوح حب الزبل تاخذها وتخرج منها حاجه احسن مزيان ياخذ ما يستاشرش معاه ماشي مشكل اي واحد ومترك تيدير هاد القضيه الترك فهمتي الترك واعر في آه الزوار هادو الصهاينة وعرف زوير في اللغات هاي كدبوا هاي كدبوا هاي شنو سون دي بيرات هما اتراك كري كانوا ها بيرات سون دي بيرات انا ما فهمتش علاش تركيا استعمرت تركيا استعمرت الدول العربية كلها وتتقولوا بان احنا كا كان الفتح كان البلدان كان البلدان باش تولي مسلمه والدول العربيه كانت مسلمه باش يدخلوا لها الترك مش عارفها بزنس السرقه يسرقوا الثروات ويزوروا المعلومات فهمتي هذا السلطان عبد الحميد راه كان مافيوزي هذا راه هو اللي باع فلسطين اليهود، هو 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 تيقولك فلسطين ماشي فلسطينيين هما كانوا عائلة عائلة هما الأراضي الكبار اللي كانت فلسطين شراوها اليهود من عند من عند السلطان عبد الحميد خلينا من 48 داك الشيء قديم راه را بغينا نبداو راه كاين من 1800 خدامه خدامه الحرب على فلسطين اوكي راه أو كان عنده كان عندهم بعد الحرب العالميه الثانيه ولا الاولى ولا اثناء الحرب العالميه الاولى فكاع قبل كان عنده س... سا... كان عنده ديون شكون اللي خلصوا ليه ديون؟ خلصوا الامريكان واليهود واش باع اراضي كبار يا فلسطين عائله انا عائله عندي بعض الاراضي نبيعها وناخذ فلوس نو 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 خداوها نو. في امريكا هنا سدت بها ديون هذا اللي كتقول السلطان عبد هذا محمد الفاتح راه ود محمد الفاتح اللي راه تركي هو راه ما عنده تعلم ماشي عربي راه تركي راه ود تما راه هذه اسطنبول هذا جزر الاناضول اللي هو كيتحول هو بارباروسا وهو هذا طارق بن زياد وهو كريستو كولومبوس وهو دابا هو هاد خينا ديال يجسد في انسان بيل جيت هذا بيل جيت هو الدجال دجال مجسد بشر فهمتي بيل جيت ماشي سايبورغ ولا كلون نو 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 بيل جيت مالم حقيقي فهمتي او بيل جيت شنو الدور ديالو شكون هو اللي مايكروسوفت مايكروسوفت هي من معلومات دار ديال الكمبيوترات وديال معلومات في العالم كامل ديال هذا مايكروسوفت تيكون ديالنا تخدم مايكروسوفت فهمتي هو مالك قلت لكم انا الدجال في صوره الكافره هو الملك قلت لكم الملك الملك هو التكنولوجي ملك وجبا ديل جيتس تيملك تيملك مايكروسوفت مايكروسوفت كتملك معلومات فهمتي و واش دابا هو دخل من مايكروسوفت دخل مثلا شي تلي فاكسان راه من بكري زمان ودخل فهاد شي تلي فاكسان دخل فهاد شي ديال الطب فهمتي دخل في الطب فهمتي دخل فهاد وورد ايكونوميك فورم فهمتي دابا هو دخل دخل المعلومات للطب للطب داز الفلاحه راه خدا فهمتي شاري اراضي كبار هنا شراهم هاد السنين الاخيره ديال الفلاحه الزراعه اوكي okay? او واخا كلشي دابا راه تحاول ماشي عنده فلوس هو ما تيخدم هادو كاع الاغنياء اللي في العالم ما عندهاش فلوسهم هذيك الطاقه تاعنا كياخذ هكا شي كي الاغنياء اللي كاينين في العالم كلهم راه ماشي فلوسهم هذاك الشيء ماشي كاين بعض الاغنياء كاينين ولكن ماشي بداك مرتب مستوى ديال هادو ماك زوبرغ هذاك هذاك روبو هذاك سايبورغ ماك ماك زوبرغ وهذاك جوف بيزوس هذاك تا واش خليقه غريبه لوغ هذا هذا هادو اللي هادال... 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 بعض الاغاني تيكونوا خدموا وكاين تيوصلوا تيوقفوا او اللي تيبداو يخسروا في راس دي المال ديالهم شويه تضيعوا كاين هادو غادي طالعين عبر فهمتي رقم رقم تيدوزوا بق بق في الكمبيوتر طق مليون مليار دولار يمشيو مثلا المغرب يشريو اراضي ولا يدخلوا واحد التكنولوجيا ديالهم او اللي ياخذوا شي حاجه ويعطوك مليار ديال الدولار ها هو مضروب غير في الكمبيوتر اكزيست با ما كاينش يقدروا كاع يطبعوه بوراق ما كاينش هو اكزيست با هذاك الرمز ديال الدولار كيكون مثلا اس وعليه شرطه اللي هو الرمز ديال الدولار ديك الشرطه تعني راه ما كاينش هذاك الدولار اكزيست با هذاك راه رمز هاتي يقولوا لنا راه ما كاينش الفلوس ما كايناش وكاين شنو هو اللي كاين الطاقه ديالنا حنا

غنشرحها لكم مزيان نعطيكم براهين وبدا طيب. طيب. في هذا بدا في الطب اوكي ركزوا معلومات طب الفلاحه التكنولوجيا كل اللي كاينه في العالم كتلعب على هذه المعلومات كتلعب على الطب وتتلعب على طيب. تتلعب على... على هذا ومطابق حال المعلومات education education اوكي الغرب دخلوا الطب من الطب دخل الفلاحة ما بقى والو سالينا اوكي مثلا الفلوس 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 يعني الاموال النقود المال ماني الفلوس افون كانت كتصايب من المعادن ياك نقرا فضة الذهب اوكي كانت حقيقية اوكي من بعد جات اوراق الان عندنا اوراق الاوراق الفلوس الاولى كانت من من المعادن المعادن تستخرج من الارض تحت الارض اوكي وشوفوا وتبعوا الاوراق الاوراق كتخرج من الشجر اوكي دابا شنو جاي ديجيتو راه بدات ديجيتو ديجيتو ماني راه هادي لا كارت اللي كنستعملو راه تاعي ماني، الكارت الكارت كيشي اوتوماتيك كريدي كارد ديبت كارد دي ها آه ما غير ما ما نعقنا بها اوكي دابا الديجيتال يدخل دابا راه دخل آه باش كيخدم معلومات وكيفاش من الهواء معلومات تدوز مثلا بحال الانترنت تدوز عبر الفريكوينسي كدوز من الفريكوينسي دابا الفلوس ولات فريكوينسي اوكي okay. الوغ من تحت الارض تحت الارض كاين معادن مثلا انسان تيموت تندفنوه تحت الارض من كندفنوه كيولي معادن اوكي okay. املاح معدنيه وربع مع المهم أه شيء من قبيل ذلك ملي كان ملي كان كندخلوا للشجر الشجر كي ياخذ ياكل من ديك المعادن في الارض ويطلع واحد آه. الشكل اللي كنقدروا نشدوه وتن ن... نتجهو منه تنجو منو الدفء مثلا الحرارة وتنتجو منو طاقة وتنتجو منو أوراق اللي كنكتبو عليها واللي كنطبعو فيها الفلوس <applause> كي <كتا تطلع. تصفيق> ثلاثة العناصر هنا إلا فهمتو شنو بغيت نقصد إلى تحت الأرض معادين كي هي اللي عندنا حنا في ذاتنا <applause> وكاين فوق الأرض متصلة مع الأرض وكاين الهواء اللي كتسميوه نتوما الانترنت مثلا او لا فريكوينسي ولا سيجنال uh, الاشاره فهمتي الوغ هنا فين كاين هنا فين كاين لو كوغيما لو كوغيما تيلعب ما بين تحت الارض و, و... و... الفريكوينسي ندخل في الموضوع انا نقدر نسهلو لكم ولكن خصنا عندي بعبر ندير فيديو ونشرح لكم بسميتو كي لا قلت دابا شويه غتاخذ وقت طويل وغادي هذا ته... غادي وقت طويل تقريبا ربع على سبعة وخمسين دقيقة سبعة وخمسين دقيقة وأنا كنهضر ولا حد يسمع نورا كنتي واحد هذا تعليق قلتي فيه بعض الأخ كنتي كتير في المنام مخلوقات تجي تاخد من عندك الدم اوكي أنا عمري سمعت أنا كاينين هادوك مخلوقات كاينين يقدرو يكونوا شيف شيف تنشوفوهم معانا نجيبوهم بالزنقة مثلا وقت يكونو شايف شايب تعرف كيجيوك كي في الحلمة فهمتي هو بشر وتيتحولو كيجيوك في الحلمة فهمتي هما هاد الماسونيين وتا الترك هادو كنهضر عليهم تيخدمو هادو عندهم راه يعني تي هما تيستعملو بريطانيا استعمارات كلهم استعملو هاد المخلوقات حنا ما حنا هاد القلاع حولينا الجن وخلاونا سدو عندنا في القرعة ديك الجن راه فيها العجب داك مصطلح الجن تخرج منه العجب وكاين قالوا لنا هاداك الجن داك نو أنت تعني بزاف الحوايج الله غادي قلتي هذا انا ربما انا كنقول يمكن هذاك اللي جاخ داك الدم هو السمسار راه كان في مختبر ديال الدم سيكوبات السمسار كان خدام في مختبر ديال الدم ديال بوليكلينيك ديال درب غلب وخدمو الترك الترك اللي خدمين الترك كان راه عليهم هو خدمهم هو مسخر يعني تنظن هو كانوا قلتي كم... مخلوقات ولا يمكن راه مخلوق واحد ولا ياخذوا كتم وما تي تي هذه ك... كتوقع في الابداكشن يسموا ايلين ابداكشن اختطاف او كيكون كي انسان واعي ماشي ناعس كياخذوا الشريحه ديال الدم ولا كاينه الشياه القضيه بعض الافراد تيديرو عليهم على وال... حسب الدم ديالك النوع ديال الدم ولا عندي وكيف في النوم اثناء ول... وكي... <applause> النوم اثناء <أتنى> الحلم النوم ما <applause> وكاين تعليق ما كتبتيش آه آه تعليق كتبتيه تنظن عند واحد شي حد التعليق ديالو ما كتبتيش ديريكتومون ليا انا في التعليق عرفتي علاش درتي هاد القضيه اوكي تعيش في فرنسا المهم ديما كتهضر على الاحلام وداكشي لا انا ما ما كنبغيش نهضر في هذا الموضوع ديال تفسير الاحلام لان الانسان خصو يتعلمو نفسه انا ما يمكنش غنقول الاحلام الحلمه ديالي فهمتي راه ملي كندير فيديو راه كلشي كيسمع المعلومات ديال الحياه السابقه والحياه اللي جايه راه داخله في الروح. دا عندي طريقه كيفاش نشرحها لكم ولكن ما لان انا ما عارف مني شكون انا ما نقول بعض الناس اللي هما دابا ودابا ما تيديروا العائله كاملة راه عام تقريبا ما يقرب عام كنت وقفت كنت حاميكم من السحر وقفت اولا عام ورجعوا تقريبا واحد 11 شهر ولا عام وش واش وقع هذاك العام ورا سحر عائلي راه عائلي راه ماشي مثلا تجي الحاجه كتجي واحد خر وحده اخرى نفس النمسه يعني يكون سحر عائلي راه كيرسموا تيرسموا ان كوغ جسد بشري و وتي... تيلعبن بو في الطلاسيم فهمتي و تيستعمل لاسترولوجي و داكشي شي عام انا وانا نوقف داكشي كنت شاد عليكم راه ملي وقفتو بزاف ديال الحوايج و وهذا... هذا السحر ديال الغوتي راه بان راه بان ليكم عرفتو عرفتو تا فين كاين كاين كلشي بان قدامكم فهمتي المهم آه هنا المهم عطيت معلومات جد مهمه وفيديو اللي جاي شويه غادي يكون غيكون مختصر يعني يا خشو وقت طويل راه ندير السبوره باش غنوضح نوضح لكم اشنو كاين شنو بان لي انا يعني الحرف ديال الصح شكرا على الاستماع و ديروا تعليقات كلشي اللي بغى يعلق يعلق يعني غير ما يكون شي واحد تيبغي تي مانيبيلي الموضوع راكم كتماني بيلو دائما هذو ما حاولوا حاولوا تعلقوا ربما انت اللي باغي تماني بيلي تقدر تقول شي حاجه نقدر نعاونك بها انا تفهم شي حاجه انت ما فهماش قلت لكم عندك معلومه مهمه علاش تجيب شي حاجه جايبه معاك من دماغك جايبها معاك بلا تدخل عندي باغي غاس سبوت وتقول هذه ما تقول هذه فهمتي وانت راه داكشي اللي كتقولوا غير جيبوا معاك غير كذبه كتبوا خدام بها ما يخدم دابا راه الزمن ابوكاليبس لابوكاليبس دابا ابوكاليبس فهمتي قيامه قيامه المعلومات ابوكاليبس ما تعنيش المعلومات شي زنزال اللي جا المغرب هذاك راه معلومات كل حاجه كتوقع كوارث طبيعيه معلومات هي كل حاجه كتقرا الا بغينا نقراوها كيفي اللي ما يعرفش ولو... على الاقل رجع نوتخ باش تجي معلومه غلطه تبدا تخدم بها وما... ماشي ماشي مصلحتك تكون اللي بغيتي تكون ماشي مصلحتك خصك تصحح المعلومات الا قدرتي على الاقل ما قدرتيش ما تحطش م... جيم معلومه غلطه تتحط راه تتحط هذاك الشيء راه لك في العقل ديالك في اللاواعي العقل الواعي تيعاود ملي كتعاود تموت وتحيا كتعاود ترجع بديك المعلومات وكتبقى هادي كدير لك لي بارازيت في حياتك وما كتعرفش علاش وتم غادي عند سيكولوغ سيكولوغ حتى هو راه هاديك معلومات غاطة در الرؤية 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 ما عارف والو راه الرؤيا الرؤيا الرؤى ديال النوم الحلم نقولو حنا بالمغربي هاديك راه معلومات وما يقرا الا أنت ولا أنت نوقف هنا شكرا على الاستماع والى اللقاء يومكم سعيد